قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN أن إيران تخلت رسميا عن الخط الأحمر الذي يعد مطلبا رئيسيا، وكان يمثل نقطة شائكة رئيسية في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. وقال المسؤول أن هذه الخطوة من طهران تقرب المفاوضات من التوصل إلى صفقة، وأضاف أن الإيرانيين أسقطوا أيضا مطالب تتعلق بشطب العديد من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من القائمة.